توجت بهذه الجائزة اللي كديرها المنظمة إيديكاس إديوكيشن أورد بالهند، وهي منظمة اللي كتحفز الأساتذة على العطاء، على التجديد وعلى الابتكار، طبعا من خلال اتباع المستجدات والمواكبة ديالها. أنا شاركت صراحة بثلاثة ديال المشاريع. مشروع اللي كان تربوي أساسا، منطلق من اهتماماتي التربوية والسيكولوجية، اللي هو المبادرة ديال التنمر لنتحد ضد التنمر ونكون أصدقاء. ثم مشروعين اللي كيهتموا بتجديد تدريس الفلسفة والدرس الفلسفي من خلال تحويل مقرر ديال ثانية بكالوريا للتلعيب الرقمي. ثم الكتاب الثاني عبارة عن منهجية إنشاء الفلسفي. كتعرفوا أن الفلسفة كيتم الجهاز ديالها في البكالوريا انطلاقا من صياغ ثلاث: تحليل السؤال، تحليل النص، وتحليل القولة الفلسفية. هذا الشيء كامل كان طبعا من خلال توظيف تطبيقات رقمية وأرقى ما وصلت له دابا التطور الرقمية اللي هو الذكاء الاصطناعي. كان هذا الشيء اون جلوبالمون لي بروجي اللي شاركت بهم فاطمة زهرة المهدون. طبعا التتويج اللي كان في نيو دلهي يوم 4 نوفمبر كان فخر واعتزاز ليا كإطار في المدرسة العمومية كمغربية رفعت الراية ديال البلاد، وكان اعتز كنعتز بهذا التتويج واللي كيبين ان الكفاءات كاينه في المدرسة العمومية، كنحتاج فقط لتسليط الاضواء. الغاية من الحضور هو انني نتلاقى بتلاميذ، نحفزهم على الاجتهاد، على العطاء اكثر، ونردوا الاعتبار الفلسفة كمادة كتسعى للتنوير، كمادة اللي كتسعى الى بغينا نقولوا لتنمية التفكير النقدي، باش نبنيو واحد التلميذ، باش نبنيو واحد المواطن ديال الغد اللي يكون متشبع بالقيم، يكون متشبع بالقيم ديال المواطنة، القيم ديال الديمقراطية، القيم ديال حقوق الانسان. فكان هذا دعوة كريمة من مؤسسة النور، وسعدت بها ولبيت الدعوة، وشكرا لهم على هذه الدعوة ولهذه الالتفاتة. طبعا دابا حتى الا بغينا نشوفوا المواكب المستجدات دابا ديال الذكاء الاصطناعي، حتى على مستوى السينما، على مستوى مجموعة ديال الموضوع، برزات للساحة الا بغينا نقولوا الأهمية ديال العلوم الإنسانية. وكنت دائما أقول وأقول أن الفلسفة أم العلوم. قبل حتى ما كنهضروا على الاستقلالية ديال العلوم، راه كان كل شيء في الكنف ديال الفلسفة. حتى دابا الإشكالات اللي كيخلقها الذكاء الاصطناعي في علاقته بالوجود الإنساني رجعات الأهمية ديال الفلسفة، الأهمية ديال الإجابة على التساؤلات الفلسفية في علاقة بالوجود ديال الإنسان ككل. فأكيد هذا غادي يرجع الاهتمام والاهتمام أكثر بالمادة ديال الفلسفة. هذه مشاريع اللي فعلا أنا خدامة بها في الديران، بحال مثلا المبادرة ديال التنمر. أنا فشاركت بها ما كانتش فقط يعني على المستوى التيوريك، أنا درت هذه المبادرة عمليا على مستوى مديرية العرائش ومستوى مديرية تارودانت عبر التيمز على مستوى 11 مؤسسة السنة الفارطة من مارس لماي، تقريبا المدة ديال 60 يوم ومدة ديال شهرين. المشروعين الثانية المتعلقين بتدريس مادة الفلسفة، توظيف تطبيقات رقمية والذكاء الاصطناعي، هذا الشيء عمليا أنا كنخدمه مع التلاميذ ديالي، يعني ماشي شي حاجة غريبة. نحن بصدد الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة وبأفضل مدرسة في العالم لسنة 2023 الأستاذة فاطمة الزهراء المهدون، وفي نفس الوقت هذا تكريم للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ونحن بحاجة إلى هذه العلوم خاصة بعد أزمة كوفيد التي تتنامى فيها بعض الأمراض النفسية من قبيل الاكتئاب، والاهتمام بالتربية الدامجة وبالإعاقات، ولا سيما الإعاقات الذهنية وليست الإعاقات الحركية. المعايير هي معايير دولية معروفة، واجهت ما يقارب 136 بلد ومئات وآلاف المترشحين، وتنزيله هو يخدم المستقبل في إطار التعليم الرقمي. وهذه مناسبة اليوم العالمي للفلسفة كيتزامن، وهذا قرار ديال مؤسسة النور جوج بكل أطر التربوية وكل التلاميذ والتلميذات باش تحتفي بالأستاذة فاطمة الزهراء. هذا شرف لنا، بمعنى المرأة المغربية دائما مبدعة ودائما مبتكرة، إذا التعليم بأطره لا زال على خير، إذا خصو يتعطي لي غير نفس جديد. في هذا الإطار كنستقبلوا الأستاذة باش يمكن لنا التلاميذ ياخذوا الخبرة، ياخذوا العبرة ويجتهدوا أكثر، لأنه أكثر يا أستاذة مدرسة الفلسفة واليوم العالمي للفلسفة، لأن السؤال خصو دائما كيتسطر عند التلميذ اللي يكون مشاكس في المعرفة ومبدع وعقلاني وكيعتمد على الحجاج والاستدلال والبراهين باش يدافع على حقه بدون تعصب وبدون استعمال العنف الرمزي ولا اللفظي ولا المادي. إذا نحن نربي أجيال المستقبل، رجال الدولة، أطر
ديال المستقبل المجتمع ديالنا، وهذه هي الثقافه اللي بغينا تنعكس في المجتمع، اللي يكون فيها التسامح، يكون الحوار الجاد اللي دائما اهم ما كاين في الفلسفه. من موقعي كمدرس ماده الرياضيات ومدير التربوي ديال مؤسسه النور، هو ان دائما قوه الحجه وليس حجه القوه. الى التلميذ ولا التنشئة غلبناها واقتنعت ولات سلوك يومي ديال التنشئة، الحجة هي القوة وليس العكس، غنكونوا ربحنا مجتمع الغد. هذا من بين الأهداف الحضور ديال الأستاذ هنا، أولا الاحتفاء بها. إذا مؤسسة النور بنقدر نقول الدار البيضاء تحتفي بالأستاذة عبر مؤسسة النور حاليا. وثاني حاجه راه في نهايه اللقاء غادي يكون عندها لقاء مع مدرسي ماده الفلسفه عندي في المؤسسه هنا، باش يمكن لنا نستافدوا من الخبره ديالها ويستافدوا التلاميذ والتلميذات ديال المؤسسه.